سي صابر سي صفوان تصور كيف فما انديو فرحان اليوم هو انتم والله العظيم شوف ممكن خليني انا خليت الكلمه خاطر انا اكبر من صابر لا مرت كريت هكا هذا هو جونا عام كامل وهذاك علاش الحمد لله ربي يبارك لنا حتى لتوا الخلوق باهية والانفس طيبه في الاوقات الصعيبه ياسر 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 اللي يعلم بينا كان ربي معناها في اوقات صعيبه وانت تعرف كل شيء وقفنا مع بعضنا وشدينا اليد في اليد وما بعدناش على بعضنا وما بعدناش بعضنا وذاك الحاجة الباهية فينا ان شاء الله ربي يكمل علينا بالخير ان شاء الله ان شاء الله سي صابر والله يبوا اللي قالوا سي صابرين كلام هذا معقول وذاك اللي صار بريسك سيزون كامل الحاجه اللي لازم نرجع لها يمكن الاولاد اليوم عملوا بريستاسيون باهي وربحوا الماتش نتاعهم ويسحقوا الفوز هذا ان شاء الله جوست من بعد ما نكملوا الفرحه هذه ماهيش في تطوير برشا باش نحضروا الماتش نتاعنا الجاي اللي هو ماتش الاهلي اون ديبلاسمون وهذاك وميم تون باش يكون ماتش تري امبورتون وكلي الكاليفيكاسيون نتاعنا للتور دو بول نتاع الكوب دافريك وميم تون زاد باش نحضروا به الماتش اللي تستنى فيه جمهور الفريق الكل الماتش فينال نتاع انا نسميه ماتش فينال خاطر اخر جورني هذاك سيتا ماتش فينال بالنسبه لينا احنا باش نلعبوا ماتش كوب لازم نربحوا ونهزوا التيتر نتاعنا وخذ تربي لاباس ان شاء الله. لا سي معز مره واحده احنا راهو القدر نتاعنا نربحوا بالعرق ما ينبطح لنا حتى حد وما يعطينا حتى حد كدوات فهمني غيرنا ياخذ في الكدوات ويستنى في الكدوات اما نحن رانا نربحوا بالعرق وبالرجوليه وان شاء الله يا ربي باش تكون بطوله الرجوليه وبطوله الجهد وبطوله النظافه خاطر النادي الافريقي انظف فريق في تونس. اغزر لي في عينيا. النادي الافريقي عقليه.